أنا يمكن هنا حابب إن أنا أتوقف عن شيء مهم جدا أقوله. القرار الحكيم اللي أخده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإن عملية مكافحة الإرهاب تحصل بالتوازي مع عملية التنمية. فبالتالي إحنا كنا بقالنا 4-5 سنوات بنحارب الإرهاب، ولكن في نفس الوقت ما توقفناش عن إنشاء المشروعات الكبيرة اللي أنا اتكلمت عليها. لأن لو كان التفكير الطبيعي والعادي إن إحنا الأول نقضي على الإرهاب ونبدأ بعد كده مشروعات التنمية، كنا هنخسر 4 سنين. لو كنا النهاردة عايزين نبدأ في عمليات التنمية النهاردة، يبقى كنا هننفذ هذه المشروعات بدءا من النهاردة، وتاخد وقتها وبتكلفة هتبقى أضعاف اللي اتصرف عليها في خلال الفترة الجاية. الرسالة النهاردة هذه المشروعات الحمد لله أنجزناها كدولة، وبقت جاهزة أنها تخدم عملية التنمية في شمال سيناء. مرة أخرى يعني أنا بتوقف هنا عند نقطة مهمة جدا بوجهها لكل مواطنين الشعب المصري. بشكر كل أفراد القوات المسلحة المصرية، البواسل والشرطة والمدنيين من أهالي شمال سيناء ومن كل حتة في مصر اللي استشهدوا أو أصيبوا من جراء لأعمال الإرهاب الغاشم اللي حصل على مدار الفترة السابقة، واللي لولاهم مرة أخرى إحنا ما كناش هنبقى واقفين هنا وكلنا مع بعض في هذا المكان.